ماما هندية، عايز ايه يا مروان؟ هو يعني ايه فالانش؟ مين اللي قالك الكلمة دي؟ انت سمعت الكلمة دي فين؟ ما تكذبش عليا يا مروان. هي الكلمة دي طلعت عيب ولا ايه؟ لا هي مش عيب، ابوك هو اللي قالك عليها صح؟ منك لله يا اوراني، منك لله على اللي بتعمله في ابنك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. الفلانشة دي كل حاجة ولا حاجة. فلانشة دي كلمة في المطلق، كلمة ملهاش أي معنى، بس أوراني هو اللي اخترعها عشان يخوف الناس بيها. هي كل الحاجات اللي جوانا اللي بنخاف منها واللي خايفين الناس تعرفها عننا. فلانشة سور عالي وباب مقفول عليك. فلانشة ممكن تكون في الجلابية اللي انت لابسها، في الناس اللي انت مش عايز تشوفهم، في شغلة بتشتغلها ما بتحبهاش. الفلانشة كسرة وقهرة نفس يا مروان. قولي، أبوك بيهددك بحاجة؟ لا أنا ما جاش في بالي كسرة وزلة نفس واللي أنت قلتيه ده كله. أنا كنت فاكر إن هو هيشيل لي الفلانشة 512 جيجا بتاعة النت بس. الفلانشة اللي أنت بتخاف منه جواك، الفلانشة. بابا يا كابتن أوراني اسمعنا، اسكتي وطي صوتك وحاجة أمك. كابتن أوراني إيه؟ أبوك مش موجود في البيت، أبوك مشي من البيت من بدري. راح فين؟ معرفش، صحي الصبح بدري وخرج وهو متأمع كده، وقال لي إيه؟ أنا رايح أهم مشوار في حياتي يا بنتي هندية. وقال لي كلمة غريبة قوي، قال لي أخيراً هيتلم شملنا يا بنتي هندية. ما أنت عارف أبوك بقى وألاعيبه وكلامه الغريب وفلنشاته. مالك؟ فلنشتك بتوجعك؟